طيب، سبق لك ان قدمت استقالتك من رابطه الانديه. ايوه انا مالي استقيل كده مش لا برضه هي كلها هتكون كلها ليها اسباب والله يعني. هتكون هي نفس يعني هي كلها ليها اسباب. اولا انت تصورك كنت داخل رابطه الانديه نفس الشيء، كنت متوقع رابطه الانديه دي دورها ايه؟ انا وانا داخل رابطه الانديه انا كنت قاعد في امان الله، بعض الانديه كلموني طبعا من ضمنهم الناديين بتوعنا اللي هو انبي وبتروجيت زائد بعض الانديه الاخرى، بيقولوا لي ان بيعملوا كذا فاحنا عايزينك تبقى في الهد. فانا قلت طبعا يعني ما يعني في يعني فكرت ما فيش مانع، يعني بعد ما خرجت من الشركه انا عندي وقت اقدر اديه يعني. فوافقت، حتى قالوا لي احنا نرشحك، قلت لهم لا انا نادي يرشحني يعني، انا يعني ما كنتش في دماغي الموضوع اصلا. بس لما وبعدين دخلت طبعا في الموضوع، هي رابطه الانديه مشكلتها ان حتى الانديه برضو مش عايزه الوم كله يعني، في لوم اخر على الاتحاد مثلا، لكن الانديه برضو عندها مشكله. يعني انا لما اعرف ان احنا مطلوب 18 نادي كل واحد فيهم يقدم شخصيه ويحصل انتخابات عشان نفطر منهم خمسه، فعدم الاهتمام من الانديه بيخلي شخص سبع انديه رشحوه. يعني ازاي يعني؟ واحد كفايه يعني، هو واحد هيدخلك. عملوه عمليه انتخاب من اولها، هو واحد هيدخلك. لكن الواحد بيحصل اتصالات معينه فبيجيب لك الشخص ده مثلا في سبع انديه رشحوه ممثلهم. ازاي يعني؟ طب ليه انديه ما تديش سبع اشخاص كمان وتقدم وجوه جديده ويخلي واختار بقى بالظبط. لقيت الوضع اللي الانديه نفسها كمان حتى مش مهتمه في الطريقه، وبعدين حتى برضو الاختيار كان لازم ينطبق، لازم نتوافق عليه. يعني ما ينفعش انتخابات حره كده، لا دي لازم برضو نفس الكلام اللي بقوله من شويه، في خبرات معينه لازم تكون موجوده في هذا المجال، وكل الانديه متوافقه عليها علشان هتدير 18 يحطوا معايير على اساسها يبتدوا يختاروا. ايوه وانا برضو يعني الحته الاهم في الموضوع، يعني انا كنت في لجنه الانديه قبل الرابطه، لجنه الانديه كان في كان مثلا زي النادي الاهلي ونادي الزمالك كانوا بيقوموا دور كبير جدا فيها. يعني كابتن حسن حمدي ربنا يمسيه بالخير بقى، انا كنت معاه في لجنه الانديه لما كنا، كان عامل شغل يعني شغل الانديه كبيره يعني. يعني هو ايه اللي بيقود يعني بتعمل كده يعني، في منظومه ماشيه واحد بيقود، لدرجه ان هو يمكن ساعتها طبعا معروف النادي الاهلي لما يدخل في تسويق هياخد اكبر قيمه تسويقيه ويمكن ياخد اكيد لكن هو كان مدخل النادي الاهلي في الجروب عشان ياخد بس الكل، ما استأثرش بالكعكه عشان ياخد كل الانديه تاخد اعلى حاجه ممكنه. انا طبعا بقولها له، انا بشكرها له بالخير والله ياخد حقه، لانه في ناس عماله يعني تتهمه ظلما انه يمكن مسارها اتغير شويه بعد ما هو خرج، وطبعا انت عارفين اللجنه اخر سنتين اخر سنين كانت عندها مشكله ولكن انديه الاهلي والزمالك ساعتها كانوا متواجدين، كان كابتن حسن عبد موجود، وكان ساعتها ممدوح عباس، ممدوح استاذ عباس كان موجود. يعني احنا كنا من كلامهم بنبقى قاعدين مبسوطين ومرح مرح وفعلي وعنده القدره على تنفيذ اللي احنا بنقوله، لان هو اللي يقدر يدور المنظومه كلها. دي الانديه الكبيره لازم يسحب الناس وراه، الناس مش فاهمه يعني الانديه اللي في الاقاليم واحنا كمان وكلنا مش فاهم يعني ايه خبرات الانديه معين. اصلا يعني هو مش فاهم يعني، هو ده اللي حصل بعد كده. احنا لما دخلنا بقى الرابطه لاحظناها اكتر الحقيقه. ان نرجع تاني للرابطه، لما دخلت عملوا انتخابات كانت مش انتخابات، كانت يعني ما فيش الخمسه هم اللي موجودين، لان في تسكيه سبعه مرشحين واحد. حتى ساعتها النادي الاهلي ما رشحش حد، كان مرشح الكابتن سمير زاهر بقى الله يرحمه. وكان طبعا صحته ما كانتش يعني قبل ما يتوفى، ولما توفى ما رشحش حد، الزمالك ما رشحش حد. ويعني شوف بقى ازاي كميه عدم الاهتمام، المفروض ان الانديه دي الرابطه دي بتاعتهم. ايوه ما هي دي مش بتاعت اتحاد الكوره، دي هي اللي بيضغطوا على اتحاد الكوره. ما فيش ادراك بدورها، فيش اراده فيش اراده ان هم يعملوها ومش فاهمين دورها. فادى الى ان الطرف الاخر اللي هو الاتحاد اللي هو مش عايزها اصلا
يشوف فيها. دي نقطة مهمة. يعني احنا لما جينا قعدنا اختارونا، يعني التزكية ده حصل في شهر 11. الاتحاد رشح الاثنين اللي من ناحيته بعدها بشهرين. شوف قد ايه يعني بعد ما خلصوا بعد شهرين. وبعدين انا فوجئت بان احنا دورنا ايه، عملوا لائحه، عاملين لائحه، اللائحه يعني بيقولوا بدايه بس عشان تتطور، بس اللائحه حاطه الرابطه، وحتى الان هي موجوده في لائحه اتحاد الكوره، الرابطه لجنه من اللجان بتاعت اتحاد الكوره. يعني بدل كده بيتعاملوا معاها انها لجنه، مش بيتعاملوا معاها، هي اللائحه كده لجنه، كان اسمها لجنه القسم الاول، انديه القسم الاول بقى اسمها رابطه انديه القسم الاول. يمكن حتى بنفس رقم البند زيها زي اللجان كلها، اللي يغير الاسم بس، وحط ماده ازاي يعني نرشحهم او ازاي نختارهم الاعضاء، يعني خمسه من الانديه بتختارهم واثنين اتحاد الكوره. وكل اللائحه اللي معموله بعد رجوع اتحاد الكوره، بعد يعني هي برضو مش قرارات، هي توصيات. زائد كمان بقى الجزء الاخير اللي هو بقى الحته اللي هي بتاعت الكرامه بقى اللي احنا بتوجعنا في الاخر دي. بعد ما بدات اللجنه تشتغل ورشحوا الاثنين الموجودين عن الاتحاد ودخلنا، مفيش مقر، مفيش فلوس، طب عايزين مدير تنفيذي يجي حد من الاتحاد يخلوا حد من الاتحاد، طب احنا ما عندناش فلوس، طب بقى نبعت تجيب حساب، طب هنجتمع فين، خلينا النهارده في اوضه 8، خلينا النهارده في اوضه 10، يعني بهدله. طب دي من ناحيه الاتحاد، وكان في طبعا ناس في الاتحاد ما كانوش عايزين الرابطه، لان هم ما عشان كده هيدي لك اعتماد ليه؟ وهو الحقيقه مش المفروض تاخد من الاتحاد، هي اللي ماسكه الفلوس، هي اللي تدي للاتحاد، هي اللي تضغط على الاتحاد. وبعدين الفلوس ما فيش موارد ماليه، وبالتالي انت عايز تعمل حاجات مش عارف. كمان الحته اللي تخص الانديه بقى، احنا كان نزلنا كان من ضمن الرابطه ليها يعني هدفين. الهدف الاولاني كان اداره المسابقه، ده طبعا ما بيتمش نتيجه اللي حضرتك كانت لجنه المسابقات متعينه والدنيا والجدول نزل وكل حاجه، مفيش حاجه. والحته الثانيه اللي هي التسويق، فاحنا قالوا لنا ساعتها مش هتعرفوا تعملوا حاجه، كلهم متعاقدين. فاحنا رحنا بصينا بصه كده، لقينا في 13 نادي من ال 18 غير الاهلي والزمالك عقودهم بتخلص السنه دي. طيب كويس، فدي حاجه جميله جدا. طب فروحنا عملنا زيارات للانديه، حاولنا يعني احنا عايزين نعمل اتحاد، انت انا مش بقول لك سيب ده ولا اعمل ده، يعني خلي الرابطه تتكلم عنك. وانت جالك عرض اوريدي، ما هو عرض التجديد بيجي لهم، فاذا كنت جاي لك 10 انا اضمن لك هيجي لك 20. بس خليك معانا المجموعه. ما حصلش. كل واحد كان عايز يمشي لوحده، وهو التاني فاكر انه مثلا ايه، انا خدت العقد ب 10 وخدت التاني خد ب 15، هي بقى انا ضحكت عليه يعني كده، ماشيين كده. انا خدت العقد من غير عربيه، ده خد عربيه، يعني كل واحد بيفتكر ان هو خد اقصى حاجه، ولو ان طبعا حياتك استاذنا وعارف ان التجمع يكسب اي حاجه، يعني حتى لو الاهلي والزمالك مش عايزين يدخلوا معانا المره دي، لما يلاقونا كده هيجوا معانا. صحيح، وهيدعمونا اكتر. اصل هي هتبتدي، لازم تبتدي، ولازم رابطه الانديه نمره واحد انها تاخد حقوقها. الانديه اهم حاجه، الانديه تاخد حقوقها، هي اللي تسوق الحقوق بالزبط. مش حد تاني، وهي يبقى الفلوس عندها وتدي الاتحاد نسبته. وبعدين يعني اذا الانديه ما كانش عندها هذه الرغبه، فانت صعب انك تلاقي. هل هذه الرغبه ولا هذا الـ يعني هذه الثقافه، ولا هو ده اللي متصدر لهم، ولا بيتم استقطابهم، ولا هو يعني هو عارف حضرتك يا باشمهندس ان هو بدماغه كبيره هو اتحاد الكوره، هو في اللي انا فهمته عليه. اللي فهمته كده من يعني انا ما اروح اقول لهم ضمن واحنا بنتكلم في التسويق، اقول لهم قولوا لنا كمان ايه رايكم في، ما احنا لازم ندخل، هو منعنا منها اصلا، بس ايه شؤون اللاعبين، عايزين نعرف القايمه تبقى ايه، انت رايك ايه، نجمع اراء. وانا كرابطه اذا قدرت اقدر اضغط على الاتحاد حقق لك، نحقق الرغبات، والا ما تبقاش، ما ينفعش حد يدخل على الاتحاد كده يقول له خلي الاجانب 4 يقول له ماشي. هو ينفع يعني؟ مش ممكن. فحاولنا الحقيقه، ولقيت الوضع مقفول من كل النواحي، من الناحيه اللي هي الانديه الرغبه مش موجوده، والاراده ويعني مش عايز، يعني مش فاهم يعني ايه رابطه اصلا، مش هقول لك انه، والانديه الكبيره الحقيقه مش مدعمه الموضوع خالص. الحته الثانيه
مش دول بقى اصحابك احنا هنبهدلك. فطبعا انا قلت لهم في الزملاء يعني في التنفيذ قلت لهم احنا كده اكبر من الاهانات دي يعني، ان انا ابقى رايح الصبح مش عارف حاط فين واستقبال يعني ما شاء الله كده شويه شويه يقول لك فاتر والى اخره. فاحنا يعني انا مش شايف ان احنا نقدر نستنى، على الاقل نصعد الموضوع باستقالتنا يعني ننبه ان في حاجه غلط ان في مشكله. ف يعني كان ساعتها الحاج محمود الشام يعني كان عنده امل اكبر في حاجه زي كده وحسس كان معاك كان هو كان الرئيس من خلال الاتحاد كان هو الرئيس الرابطه. لا مش من خلال الاتحاد، كان هو السابع انديه مرشحينه. فما يعني ما حسوش ان انا بقول حاجه، فاستقلت قدمت استقالتي قلت لهم يعني انا مش هقدر اكمل كده وقدمت استقالتي. بعدها بشهرين اتحلت الرابطه. اتحلت بمين بقى؟ بقرار من اتحاد الكوره. يعني شوف التهزيئه الكبيره يعني ان انا رابطه الانديه اللي مختارها الانديه اتحلتها حلها بقرار من اتحاد الكوره والانديه ما قالتش حاجه حتى ما علقتش. فاحنا عندنا مشكله ثقافه ومشكله اراده ومشكله حاجه، ولازم الانديه تعرف قبل الاتحاد. الاتحاد انا لو كان معايا الانديه جامدين انا ممكن اضغط على الاتحاد اعمل اللي انا عايزه.